ولكن ابدأ بذاتك هو أهم، لأن الإنسان وخاصة نشوفها في الأمهات يعني تنطمس كليا في هذه التربية، في حتى تهمل تطويرها، تهمل يعني هنا مومون دوني أنو غابلو ريان دوني، تولي فيد من الداخل، تولي خاوية. ثم تبقى كي تشوف روحها انهارت كومبليتمون، ولا بدات تحس روحها يعني هي شيء تافه، ولا لا مش تاي، راهي تكون اجيال، وراهي تبقى تروح من بعد تلوم نفسها وتلوم المجتمع الكل بما فيه الزوج والاولاد، يعني تولي في حاله تدمير ذاتي. والتدمير الذاتي مش هما هي راح تتاذلم منه، لان ذبذباتها راح يقيسوا كل المجتمع. همالك مش انانيه إذا كانت هي تحافظ على هذاك القيمة تاعها، تحافظ على تطويرها الذاتي، عقلها كيفاش تبدل أفكارها. ورانا احنا دوكا في عالم الوعي، الناس راهي تبحث على الترقي في سلم الوعي. إذا كانت هذه المشاعر ما تخدمنيش، هذه الأفكار ما تخدمنيش، هذا الإحساس ما يخدمنيش، هم لك أن تولي تقول لا 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 لا، هنا يفو نعرف كيفاش نلعب مع الأطفال، نعرف كيفاش نتوازن منهم.